استقبل اتحاد الشرطة الرياضية عددا من الطلاب من ذوي القدرة الخاصة، وتم تنظيم احتفالية رياضية وفنية وترفيهية. تأتي الاحتفالية استكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في مواصلة دعم ومساندة ذوي القدرة الخاصة ومشاركتهم كافة الاحتفالات. في ضوء اهتمام القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة واستكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ذوي القدرات الخاصة، استقبل اتحاد الشرطة الرياضي عددا من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شاهدوا عروضا في الألعاب المائية. أنا موجود في وسط الخلق، لي طاول مجهود وحظ الحلو أكون بينكم ولي وجود. وتم تنظيم احتفالية كبيرة للطلبة بالصالة المغطاة باتحاد الشرطة، شهدت عروضا رياضية متنوعة، حيث تم إقامة عدد من المباريات الرياضية. كما شهدت الاحتفالية عروضا فنية لذوي القدرات الخاصة. وشهدت الاحتفالية تكريم الأبطال الرياضيين والفرق الرياضية لاتحاد الشرطة وكذا الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم. إحساسي طبعا ما توصفش، لأن هم دايما في ظهرنا وسند لينا، الشرطة على طول في ظهرنا وسند لينا وداعم قوي لينا، فأنا مبسوطة جدا 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 بالتكريم ده. أنا بحبك يا ريس. شكرا يا ريس الفتاح السيسي، والجمال بحبك. احتفالية تؤكد على حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي وتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة ذوي القدرات الخاصة وتقديم الدعم والمساندة لهم. شفتهم، حبيتهم، بيخافوا علينا، بيحبونا، يعملوا احنا عايزينه، احنا بنحبهم كمان. راحت نادي الخيالة وركبة الحصان و شافت الفريق، شافت أول مرة تشوف في حياتها الحصينة وشافت فريق الفرسان. يوم جميل جدا وولادنا استمتعوا بيه جدا وانبسطوا وشافوا حاجات أول مرة يشوفوها. حاسين إن هم متكاملين زيهم زي أصحابهم الأسوياء. بنشكر كل القائمين على اليوم والاحتفالية الجميلة دي. مبسوط جدا جدا جدا، وربنا يخلينا الشرطة.